بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الصلاة. لا تجأ. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين. أما على المنافقين لا. أي وقت يصلون؟ على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا في مواقيت معينة. المؤمنون يعلمون أنها لا تؤخر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. تعال أخي الغالي واسمع إلى ذاك الرجل. رجل أخذ الله سمعه فلا يسمع حد، وأخذ الله بصره فلا يبصر نشر في حياته، وأخذ الله منه النطق فلا ينطق ولا يستطيع أن يعبر عن شيء. هذا معذور ولا هو معذور؟ ولا يسمع النداء أصلا. والله هذا الرجل لا تفوت صلاة. سأخبرك عن خبر حدثنيه المترجم اللي معه. حتى الترجمة لا تكون كالصم، بل يمسك بيده ويحرك ويلمس فيها وجهه عشان يوصل المعلومة. خرج يوما في صلاة الفجر في شدة البرد، عنده ساعة منبهة لا ترن وتخرج صوت، بل تهتز عشان توقف، لكن قلبه معلق. نحسبه الله حسيبا، قلبه معلق في المخالف. فقام للصلاة، فتح الماء ما عنده ماء، ذهب ليتوضأ في المسجد، وصل إلى باب دورة المياه أعزكم، والمبصرون نائمون هنا، والذين ينطقون ويسمعون من شق الله أسماعهم وأبصارهم نائمون. بحث وجد الباب مغلق، ماذا يفعل؟ وماذا يصنع؟ طيب خلاص انت معذور، ارجع لبيتك. رجع وقطع الشارع يفكر كيف ممكن يتوضا. فلما جلس في الرصيف بين الشارعين، اذ برجل كهل كبير السن من ذاك الحي رايح يصلي، شاف فايز جالس على الرصيف، ثم تفاجأ ان فايز تحرك ويديه على الأرض ورجليه على الأرض، وصار يحبو في تلك المنطقة الزراعية بين الشارعين الطرفين ويتلمس. الرجل الكبير يعلم أن فايز ما يتكلم ولا يسمع، لكن يعلم أن عنده عقل، ما هو مجنون. فذهب إلى فايز يشوف ايش عنده، رحمه، تقطع قلبه عليه. جاء ولقى فايز قاعد يدور أين صنبور الماء اللي يسقي هالزرع، يبغى يتوضا منه. يا من عندك مكان الوضوء ما تحتاج لها الامور، ويسرها الله لك وسيسالك الله عنها. هل صليت؟ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. الشاهد ما تحمل، اخذ فايز وحمله من الارض واخذ يحتضن فايز بأقوى ما عنده، لا يستطيع أن يتفاهم معه ولا يوصل له معلومة. فايز الآن يفكر كيف يتوضأ، فأمسك بالرجل هذا الشايب، أمسك به، يفكر الآن كيف يقول له إني أبغى ماء، فأشار بيده ورفعها كأنه يحمل كوب من الماء وأشار بها إلى فمه، يعني أبغى ماء. الشايب قاعد يبكي، كيف إحنا في بيوتنا ونشرب ونشوف البرادة ونأخذ مكان الماء ونعرف وين الكوب فيه ونعلم وين الكأس فيه ونشرب، وفايز يدور شرب من المزرعة. فأخذ مباشرة إلى بيته، تخنقه العبرات، وجاء بكوب ماء وأعطاه فايز. أول ما حط في يد فايز، فايز أمسك بيد الرجل وأخذ الكأس بيد الثاني، أعطاها الرجل. الحين فكر بطريقة أحسن يوصل له ليبغى يتوضأ، رفع وشمر عن ساعديه وصار يشتد له بأني أريد أن أتوضأ ويغسل المرافق، يعني أبغى أتوضأ ويمسح على راسه، يعني ما أبغى ما أشرب، أبغى أتوضأ. إذ الشايب فخور قواه
وينخل في البكاء. ثم أخذ فايز وداه المغسلة، فتح له صنبور الماء وأخذ الفايز وخلاه يرمى في الماء، فجلس ينظر لفايز وهو يتوضا. رجال ما تلهيهم، رجال ما تلهيهم تجارة ولا بيع، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يبحث عن النجاة من إيش؟ يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.